السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني وأخواني وأخواتي الطلبة الصف السابع، سوف نقوم اليوم بحل تمارين الذاتية للدرس المقاطع الأرضية صفحة 597. ننتقل الآن إلى النواتج التعلم قبل البدء في حل التمارين. أن يستطيع الطلبة تحديد أسماء القواعد والوجوه والحروف والرؤوس لأي شكل ثلاثي الأبعاد، أن توجد الطلبة الشكل الناتج عن مقطع عرضي أو رأسي. ننتقل الآن إلى عرض التمارين. التمرين الأول، حدد في كل شكل واذكر أسماء قواعد والوجوه والحروف والرؤوس، ثم حدد زوجا من المستقيمات المتخالفة. نلاحظ أن أي شكل ثلاثي أبعاد يسمى حسب قاعدته، فهنا القاعدة لدينا A D C ثلاثية وهي مثلث، فإذا الشكل عبارة عن هرم ثلاثي، هذا هو الشكل الأول، قاعدته A D C كما ذكرنا سابقا. الوجوه، نذكر جميع الوجوه، عندك وجه سفلي، وجه خلفي، وجه أول، وهنا وجه ثاني، نذكره مثل ما موجود لدينا، مثلا A D C الوجه السفلي، A B D، ولدينا من بعدها B D C، والوجه الخلفي الأخير هو A B C. الترتيب غير مهم، مهم نذكر الوجوه الأربعة. الحواف، نذكر جميع المستقيمات الموجودة لدينا، المستقيم A B، المستقيم A D، المستقيم A C، مستقيم B D، مستقيم B C، ولدينا أخيرا مستقيم D C، كمان ذكرهم بالترتيب غير مهم. ننتقل الآن إلى الأحرف، الرؤوس. الرؤوس عبارة عن ذكر النقاط الموجودة، تقاطع ثلاث مستقيمات، تقاطع ثلاث مستويات، النقطة A، النقطة B، النقطة C، والنقطة D. المستقيمان المتخالفان، ذكرنا سابقا أن المستقيمان المتخالفان يجب أن لا يقعان في مستوي واحد، مثلا كمثال لدينا دي سي و اي بي، يمكن ذكر غيرهم، نعم اي دي و بي سي. ننتقل الآن إلى التمرين الثاني، وهنا نلاحظ أن قاعدته عبارة عن 1 2 3 4 5 6، إذا قاعدته عبارة عن شكل سداسي وهو شكل هرمي فيسمى هرم سداسي. قاعدة نبدأ بذكر ترتيب، مثلا كيو ار ام ان او بي، هذه القاعدة. الوجه، نذكر لدينا 6 أوجه، وجه سفلي، الوجه الأول ال ار كيو، والوجه الثاني ال كيو بي، الوجه الثالث ال بي او و ال او ان و ال ان ام، والوجه الخلفي الأخير ال ار ام، والقاعدة إضافة لديها R N N O P Q. الحروف، نذكر جميع المستقيمات الموجودة، نبدأ من عند ال L، مثلاً L R L Q L P L O L N L M. انتهينا من القسم العلوي، ننتقل الآن إلى القسم السفلي، R Q R B P O O N N M و M R. إذا هون قد انتهينا من الحروف، ونقوم الآن بذكر رؤوس، وهي جذر جميع النقاط لدينا، النقطة L، النقطة B، النقطة O، النقطة N، النقطة M، النقطة R، النقطة Q. مستقيمان متخالفان، يمكن أن نذكر أي مستقيمان لا يقعان في مستوي واحد، مثلا لدينا B PO مثلا، والمستقيم LR، ولدينا مستقيم LR مثلا مع مستقيم PQ. ننتقل الآن إلى السؤال السادس، وهو يتكلم عن صف الشكل الناتج عن كل مقطع عرضي. نلاحظ أن هنا لدينا شكل متوازي مستطيلات، هو مثل شكل البيت الكبريت أو عدة أشكال لدينا في حياتنا الواقع،
وجئنا بمستوي قمة بقطعه بشكل عرضي. فدوما خزن في الدرس السابق أنه سوف يكون عبارة عن نفس الشكل الناتج عن القاعدة العلوية أو القاعدة السفلى. فهون القاعدة السفلى عبارة عن مستطيل، في الشكل الناتج حيتشكل لدينا مستطيل. الشكل بعده كمان عبارة عن هرم، قاعدته هي مربع أو كما موضح لدينا هنا، وقمنا بقطعه بمستوي، فحيتشكل لدينا قاعدة مصغرة عن القاعدة السفلية لكنه نفس التسمية، فهنا نضع له كمان أيضا مربع. قام في السؤال الخامس بقطعه بشكل أفقي رأسي، وبالتالي نلاحظ أن الشكل المشكل لدينا هو عبارة عن إيش؟ على مثلث، لأن هنا القاعدة بشكل أفقي، أما إذا كان بشكل رأسي حيكون لدينا مثلث، لو كان بشكل أفقي حيتشكل لدينا دائرة مصغرة عن الدائرة القاعدة. ننتقل الآن إلى السؤال السادس، وهو سؤال مركب وذو تفكير ومهارات جميلة. لدينا كرة سلة كروية الشكل، وطلب مني أن أرسم سلة كرة السلة بمقطع رأسي وموازن ومقطع أفقي. إذا قطعناها بشكل أفقي وبشكل رأسي سوف يتشكل لدينا هذا الشكل بشكل أفقي وهذا الشكل بشكل رأسي. ما سنلاحظ أنهما يشكلان هن عبارة عن دوائر. إذا المقاطع العرضية لك أي مقطع في الكرة حيتشكل لدينا دائرة، وهو طلبنا في السؤال الثاني هو صف المقطع العرضي الذي يتشكل من كل مقطع، وهو عبارة عن ماذا؟ عن دائرة. هل كرة السلة شكل متعدد الوجوه؟ لا، نلاحظ أن كيف مقطعنا حيطلع لدينا دائرة، فهو لا، أن جميع المقاطع العرضية والرأسية تشكل دائرة. ننتقل الآن إلى التمرين تفكير ومهارات عقلانية. البحث عن الخطأ، تحدد سالي الشكل على اليسار، نظرت إلى هذا الشكل ووجدت أنه له قاعدة مثلث فهو هرم مثلث القاعدة، هي اعتبرت أن هذه هي القاعدة، هل هذا الشيء صحيح؟ قال طبعا لا، القاعدة قد تكون موجودة دائما في أسفل الشكل، وبالتالي قاعدة هنا لدينا قد ننظر لها أنها متوازي مستطيل أو مربع، فأنا اعتبرته أنه الجواب هو عبارة عن قاعدة مربع، قد يكون مستطيل قد يكون متوازي أضلاع، فهو هرم رباعي في جميع الحالات مع اختلاف التسمية العلوية. وهكذا إخواني الطلبة نقوم قد انتهينا من عرض التمارين وجميع الأفكار إن شاء الله، وسوف أرفق لديكم ورقة عمل وتقوموا بحلها وترسلوا أي استفسار لدي، إن شاء الله حقوم بالجواب عنكم في أقرب وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.